هل أمريكا تسرق العالم؟ لماذا يجعلون الدولار عملة مرجعية في الاقتصاد العالمي؟ اتفاقية بريتن وودز عام 1944 جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم، حيث تعهدت أمريكا بموجب تلك الاتفاقية وأمام دول العالم بأنها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات. وتنص الاتفاقية على أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أمريكا أوقية من الذهب، أي أنك إذا ذهبت إلى البنك المركزي الأمريكي بإمكانك استبدال 35 دولارا بأونصة من الذهب، والولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك. حينها صار الدولار يسمى عملة صعبة واكتسب ثقة دولية، وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطيته له من الذهب. فقامت الدول بجمع أكبر قدر من الدولارات في خزائنها على أمل تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت، واستمر الوضع على هذا الحال زمنا حتى خرج الرئيس نيكسون في السبعينيات على العالم ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعا بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب، وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب، وأنها امتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا تساوي قيمتها إلا ثمن تكلفة صناعة هذه الورقة ولا غطاء ذهبيا لها. أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيعوم، أي ينزل في السوق تحت المضاربة، وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب، بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها، وكأن هذه القوة الاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم. ولم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد، لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما في خزينة هذه الدول من مليارات الدولارات وفي بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة، وهي نتيجة أكثر من كارثية بالنسبة لها. سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا صدمة نيكسون، نيكسون شوك. ويكفيك أن تكتب نيكسون شوك على محركات البحث لتكتشف أنها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات والتحليلات والدراسات، ولكنها مغيبة عن الشعوب. حينها ذهب وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر إلى السعودية وطلب منها أن من يريد أن يشتري النفط منكم يشتريه بالدولار، وهذا ما فعلته السعودية. نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة: يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما صممناها نحن. ولا زال هذا النظام قائما حتى اليوم. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري بها بضائع جميع الشعوب. لذلك قال بوتين: أمريكا تسرق العالم. هل هو محق في ذلك؟ شاهد التعليقات، بها الكثير من الهدايا والمفاجآت.